فوالا دونك مرحبا بكم الناس الكل مرة أخرى في الحصة التدريبية الخاصة بمرحلة التعليم الثانوي للمنصة التعليمية الجديدة سميلسي. قبل كل شيء، شنو المنصة هذه؟ مغلبنا يستعملوا قاعدين في لي ريزو سوسيو خاصة الفيسبوك باش يتواصلوا مع تلامذتهم، يوصل حتى استاذ يعمل دي با اون باج بور سا كلاس، يعمل جروب ميسنجر بور سي زيف ويتواصل معهم، مي سي با بروفيسيونيل خاطر الفيسبوك ماهوش موقع احترافي وخاص بالتعليم. على هذاك اخونا سليم بوعزيز من صفاقس، استاذ اعلاميه من صفاقس، فكر انه يبعث منصه تعليميه احترافيه بروفيسيونيل خاصة بالمدرسين. دونك شنية هالمنصة هذه؟ كيفاش تدخلوا لها؟ كيفاش تضيفوا معناتها التلامذة متاعكم؟ كيفاش تضيفوا الدروس متاعكم؟ هذا هو اللي باش نشوفوه اليوم با با. المنصة هي ثرية وباش نبداو خطوة بخطوة. اليوم باش نوريكم كيفاش تسجلوا، كيفاش تزيدوا الكور متاعكم، وفي المستقبل انتم زادة بشوية بشوية تنجموا تشوفوا لي فونكسيوناليتي الاخرين متاع الموقع هذا اللي قاعد اون كور دو ديفلوبمون، معناتها ثم دي فونكسيوناليتي مش يتزادوا بقدرة ربي. دونك جو فو بارتاجي مون ايكران. فوالا دونك قاعدين تشوفوا في الاكران تاعي. باز انكور وي سافا سي بون. سافا اوكي بيه، عطاو نمشي خطوه بخطوه. دونك هذا هو الموقع اللي باش نحكيو عليه اليوم اللي هو سميلسي. سميلسي هي كلمه بالانجليزيه معناتها سوشيال ميديا اي ليرنينج. دونك شنو يقصد بها؟ انك تتواصل مع تلامذتك من خلال موقع تواصل اجتماعي ولكن احترافي المره هذه، مش كما الفيسبوك او تويتر او اي موقع للتواصل الاجتماعي. ده دونك جاست انت تحل الجوجل تكتب سميلسي داكور، والا تجي من فوق لهنا في البار دادريس تكتب smelsi.com. دونك تنجموا هذا تقيدوه في ورقه عندكم سميلسي، دونك اس ام او ال اس اي غريك. بور لو مومون الموقع باللغه الانجليزيه، ولكن بقدره ربي مش يقع اضافه اللغه الفرنسيه ان شاء الله في المستقبل. وهي فرصه باش نتعلموا اللغه الانجليزيه. ديجا الكلمات اللي مستعمله سهله، معناتها نلقاوها في برشا مواقع، ماهيش باش تجيكم حاجه صعيبه. اول حاجه مش نسجل في الموقع، دونك انت دوبا تحل الموقع تاعك. دونك جو في ريبيتي انا من الاول، نحلو من الاول. انت دوبا تكتب السلسي باش تخرج لك الصفحة الرئيسية هذه. داكوغ، دونك أول حاجة باش تعملها هي تسجل في الموقع. كيفاش باش تسجل؟ عندك لهنا على اليمين عندك كلمة لوجين وعندك كلمة ريجيستر. داكوغ، دونك لوجين هي إنك صيمة عندك أنت حساب وباش تدخل للموقع. أنت كأول مرة تستعمل فيه الموقع هذا شنو باش تعمل؟ باش تعمل ريجيستر. دونك تتحل لكم الفناتر اللي من بعدها اللي هي باش تحط فيها المعطيات نتاعك. اول المعطيات هذه هي شنو هي؟ اليوزر نيم يعني اسمك. دونك هو نورمالمون اليوزر نيم كيما في الفيسبوك كيما في التويتر كيما في اي موقع تواصل اجتماعي، تنجم حتى ما تحطش اسمك، ولكن احنا توا باش نحكي على موقع احترافي اللي باش يدخلوا له تلامذتك زملائك. دونك من المستحسن اليوزر نيم هو يكون الاسم واللقب نتاعك، ثم الايميل. دونك لهنا ننصحكم الايميل اللي ديما تستعملوه، عندك كونت جيميل، هوت ميل، ياهو، تربيه، ايديوكاسيون. دونك الايميل اللي ديما تستعملوه. بعد لهنا عندك باش تختار يا اما ستودنت والا تيتشر. ستودنت هو تلميذ وتيتشر هو استاذ. دونك الموقع هذا يضم الاساتذه والتلاميذ. دونك انت باش تختار تيتشر، ومن بعد بيان سور باش توريه الموقع هذا لتلامذتك، وهما وقت يسجلوا باش يختاروا ستودنت. حتى صغيراتك، اذا كان عندك صغيراتك فوق ال 12 سنه معناتها عندهم حسابات الكترونيه، تنجم زاده تسجلهم بالطريقه هذه. اذا كان عندك اطفال
دون 12 سنة، يعني ما عندهمش إيميلات، ونشوفوا من بعد كيفاش زادة تنجم أنت تسجلهم في الموقع هذايا، معناتها في الحساب متاعك. تبارك. دي من بعد بيان سور الكلمة السرية، الباسورد لهنا الكلمة السرية، وتعاودها مرتين كيما أي موقع واحد آخر. ثم لازمك لهنا تضغط على هدية كيما موقع دونك اللي أنت موافق على لي كونديسيون دوتيليزاسيون نتاع الموقع، وبعد تالي بيان سور تضغط على ريجستر لهنا. قاعدين تتبعوا معايا سيمون طول المرحلة دي. Oui, ça va. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, نتمنى انه بعد ما نكملوا الحصه نتاعنا اللي حضروا اليوم اللي حضر الزميله ما عرفتش كيفاش تدخل جوست نقولها نتمنى اللي حاضرين معنا الكل بعد نلقاهم في الموقع هذا، راهو مهم برشا. بيه اون فوا انت صي عملت ريجيستر، صي قيدت في الموقع، دونك باش تعمل ما عادش باش تولي تعمل ريجيستر، باش تولي تعمل لوجين. صي قيدت انت في الموقع كل شيء، تعمل لوجين، تجي لهنا تكتب يا اما اليوزر نيم اللي حطيتها خاطر صيد سجلت، والا الايميل اللي قيدت به كيما انا لهنا قيدت، دونك كتبت الايميل اللي قيدت به، كتبت المود باس نتاعي. بيان سور اذا كان نسيت المود باس نتاعك مثلا مش حتى مشكله، تنجم تعمل فورغوت ويبعثولك، يعاودوا يبعثولك على الايميل. علاش قلت لك الايميل مهم برشا؟ هو يعاودوا يبعثولك المود باس به. وزاد حاجه اخرى انا ديما نعملها في المواقع هي ريمبر مي دي، باش المره الجايه كيما شفتوا انتم كي عملت لوجين ديريكتومون اكتب لي الاسم نتاعي واكتب لي المود باس، باش انا ما نبقاش كل مره نكتب فيه. ايه تنجم زادة تستعمل الفيسبوك والا الكونت جيميل متاعك باش تتسجل في الموقع هذا، معناتها لك الاختيار. دونك ننزل على لوجين. فوالا، دونك اول ما ننزل على لوجين شنو باش تحلي؟ دونك باش تحلي هذه حاجه ماهيش غريبه علينا، حاجه نعرفوها قبل اللي هي تشبه شويه لفيسبوك. داكور، تلقى البروفيل متاعك، تلقى لهنا فيلد اكتواليتي، معناتها لي بوست اللي انت حطيتهم والا اصدقائك حطوهم معاك كيما تشوفوا لهنا، زميلتي حطت معناتها، والكل تابع الدروس، معناتها ماكش باش تلقى اخبار سياسيه ولا اخبار فنيه ولا حاجه بيرسونيل، لا كلها تابع القرايه نتاعنا، معناتها باش تلقى ديكور بارتاجي، باش تلقى دي زيكزيسيس بارتاجي، نصائح، تو بو معناتها نجي انا لهنا كيما في الفيسبوك، تو بو ايمي، تو بو كومونتي، تو بو بارتاجي، داكوغ؟ دونك كيما الفيسبوك معناتها ماكمش باش تلقاو صعوبه كبيره في التعامل مع الموقع هذا. اول حاجه باش تعملها انت خاطر باش تجيك انت المره الاولى باش تجيك هذا كله فارغ. تصويرتك ماهيش موجودة، هل الفيلد اكتواليتي ماهيش موجودة خاطر لحد الآن أنت ما عملتش لا أصدقاء لا حد شيء. دونك كيسكو تو فا فير؟ تو كومبليتي لو بروفيل متاعك، داكور؟ دونك كيفاش باش تكملوا هالبروفيل نتاعك؟ انت كي باش تحل هالصفحه هذه، باش تتحلك الصفحه دي، باش تجيك في بلاصه تصويتك باش تجيك اون تيت، داكور؟ دونك تو فا لا شونجي بيان سور. دونك باش تجي لهنا على اليمين، تحل الفلاش الصغرونه هذايا، وعندك اكونت سيتينغ. اكونت سيتينغ معناتها لي بارامتر دو تون كونت. دونك tu vas cliquer sur account setting باش تكملوا. دونك هاكا حط لي اليوزر نيم اللي انا حطيته المره الاولى، حط لي النيم نتاعي الاسم، اللقب بلوتو، حط لي الاسم، التيتر هذه تكملها انت تيتشر، داكوغ، الايميل،
البيرث داي دونك بالنسبة للبيرث داي يعني دات دو نيسونس راهي قاعدة تتحسن. مسيو سليم هو حط اون معناتها استعمل الفورمولا دي بون ما كيفش تبقى ترجع بالتوالي. انا لهنا ما رجعتش بيرسونيلمون باش تكمل تحط الدات دو نيسونس نتاعك ترجع ل 1980 ولا 82 ولا معناتها سي ترو. قدرة ربي باش يحسنها باش تلقاه ومعناتها الاعوام اسهل. Mais c'est pas grave, tu as une date pour le moment, ou c'est pas grave, c'est pas très intéressant. Donc, tu as ton genre, bien sûr, mâle ou bien femelle, donc, homme ou bien femme. Tu as le téléphone, ce n'est pas obligatoire le téléphone, mais de préférence, tu as tout, si tu as le profil. Tu as le type de compte, teacher, bien sûr, au stade. Établissement, il y a des éléments. ان شاء الله باش يولي يحطها باش تحط وين تقري حاجه هي شنو المعلومات هذه كلها بيرسونيل. نجو اهم حاجه اللي لازمك تحطها هي لي ماتير داكور شنو فاش تقري انت. دونك باش تختار الكاتيجوري نتاعك لهنا انت بيان سور انتم اليوم التحقتوا بيا سيكوندير دونك تنزل على سيكوندير. من بعد تالي كي تحط سيكوندير باش يحط لك هو شنو النيفو اللي تقري فيه بروميير دوزيام تروازيام كاتريام. نعرف لي برشا اساتذه يقري اكثر من نيفو دونك تو بو لي ميتر لو دو معناتها تختار الاولاني وبعد تالي تنزل على البلوس تختار الثاني كيما انا لهنا هاك اخترت ويتيام واخترت نوفيام وتختار الماتيير اللي تقري فيها بيان سور داكور. باش بيه مش الكل هنا ناقصين لي ماتيير هنا لي ماتير ناقصين ان شاء الله يكملهم سي سليم. اذا كان ما لقيتش الماتير نتاعك سي با غراف دونك تو يكملها لكم توت لي ماتير باش اي استاذ يلقى الماتير اللي يقري فيه داكور. وكيما قلت لك اذا كان عندك اكثر من نيفو تو فا يوتيليزي لو بلوس داكور. بوي بيان سور البيي كانتري بي سي لا تونيزي تايم زون احنا يو تي سي بلس 1 الادريس نتاعك الكود بوستال وتعمل سيف سي تادير اونريجستري دونك هذه المعلومات اللي تحطها باش تكمل البروفيل نتاعك. تنجم اتو مومون تو بو شانجي الباسورد نتاعك المود باس نتاعك داكور. دونك هذوما فيما يخص البروفيل كيفاش تكملوا وعندكم زادة بلا بون هذا كان لي جروب دونك هذا فيما يخص البروفيل كيفاش تكملوا. توا كيفاش تضيف تصويرتك دونك باش تجي لوطه لهنا عندكم view profile باش تشوف البروفيل نتاعك. فوالا كيما الفيسبوك tu peux faire une photo de couverture باش تحط فيها حتى قسمك اللي تقري فيه ولهنا تحط الفوتو نتاعك داكور. جوست تنزل على البتيت ايكون هذيا نتاع الكاميرا اي وبعد تالي هاكا الفلاش وتختار الفوتو نتاعك. بيان سور احنا قلنا ديما سي تان كونت بروفيسيونيل هذايا معناتها موقع بروفيسيونيل دونك ماذا بيك تحط تصويرتك باش التلامذة نتاعك معناتها يتحصلوا عليك بسهوله داكور. دونك هذايا فيما يخص لو بروفيل كيفاش نعمروه اكسيتيرا ده. كيف كيف اذا كان انت عندك كيما قلت لك عندك دي زونفون في المدرسة مثلا انت كأستاذ عندك دي زونفون في المدرسة يقراو وتحبهم زاد هما يستفادوا من المعلمين اللي موجودين في المنصة هذه. فما زملاء يحبوا يلتحوا بي. دونك لهنا كي نرجع للفلاش اللي بحدا البروفيل نتاعك باش نلقى لهنا باش نلقى كلمه شيلدرن. شيلدرن يعني اطفال. دونك هاو عندك لهنا البلوس
تضغط عليها وتبدأ تزيد في الأطفال متاعك. دونك انتي لهنا اش معناتها يعني تنجم تحل انتي الكونت متاعك، ومن بعد تالي تحط معناتها طفلك لهنا تزيده، وفي المستقبل كي تعمل لوجين وتحل الكونت نتاعك ديريكتومون باش تلقى الاطفال نتاعك تزادوا لك لهنا. بون انا ما اضفتش، تلقاهم تزادوا لهنا، جوست تكليك على اسم ولدك او بنتك يتحل البروفيل نتاعها هي نتاع ولدك، وتنجم تتابعه هو شنو مالي اللي اتصل بيهم المعلمين، معناتها فيش قاعدين معناتها يحطوا في كور، وتتابع مع ولدك شنو يقرا. حاجه زاده خارقه للعاده في الموقع هذا. حاجه اخرى زاده تنجم انت تلامذتك، ما قلنا احنا كي تجي تقيد مش تختار يا ستودنت يا تيتشر، انت مش تختار تيتشر اللي انت استاذ، تلامذتك باش يختار ستودنت وباش يدخلوا للموقع دكار، وهما زاده باش يعمروا البروفيل نتاعهم وتصورهم اكسترا. من بعد انت باش تعمل؟ باش تعمل الكلاس نتاعك دكار. دونك لهنا مش تعمل الكلاس نتاعك، او بار اكزامبل انا لهنا عملت كلاس، او باش نوريكم كيفاش انا المره الاولى كان فارغ. دونك تجي لهنا تعمل بلوس، تكتب اسم الكلاس، مثلا انا عندي نوفيام سيرفيس دكار، عندك الديسكريبسيون تاع الكلاس نتاعك، والكلاس تحبها بيبليك والا بريفي، معناتها بيبليك ينجم اي حد يشوفها الكلاس هذه، والا تحبها اون بريفي سي طون شوا. تنجم تختار دونك اون فوتو للجروب، نجم حتى تصور تلامذتك معناتها مع بعضهم في القسم وتحطها اون فوتو دو جروب، وفوتو دي كوفرتور بيان سور كيف كيما الفيسبوك بالضبط داكور. بي تو فا كري فوالا. دونك اون فوا سي اخترت الجروب نتاعك، دونك تو فا لوفرير فوالا. دونك تو فا اوفرير لو جروب، او مثلا 8e سيرفيس انا حليته داكور. Et bien sûr, donc, l'hna, tu vas inviter tes élèves. D'accord? Inti baad ma tlamithtik yisajlou, bish tji l'hna. Aïk. Invite friends. Ma'natha, tu vas inviter tes élèves. Donc, tu vas cliquer sur inviter. Bien sûr, l'mara loula, lazim, pardon, samhouni, lazim, les élèves mta'ik kounou asdiqa'ik loul. D'accord? Donc, inti awal haja ta'amilha, baad ma tlamithtik yisajlou fil mawqa, باش تبعث لهم او هما يبعثوا لك معناتها كيف كيف. دونك تي فا لي انفيتي افيك معناتها باش تمشي ل انس فوالا. دونك هادوما نورمالمون لي زامي نتاعي. انت تي فا شيرشي بار اكزومبل هادي هاكا بعثت لي مدام راويه، دونك جو فو لاكسبتي فوالا. انت باش تجي لهنا بار اكزومبل وتلوج انت على تلميذ، مثلا انا من اللي حاضرين معايا جون سي با اسكو تم شكون قيد ولا لا، سي عماد مثلا il n'a pas encore مثلا جون سي با انا مدام اي هاكا قبلتك، شكون الاخر اللي مقيد معنا؟ ترى خليني نزيدو مثلا هاو باش نزيد عندي زميلتي عايشة، ده اللي زدت هنا عايشة مثلا تكتب انتي، تبدأ تكتب في اسامي تلامذتك، او هي من المستحسن تلامذتك يبعثولك. دونك جوست انتي باش تعطيهم مول اسم واللقب نتاعك، جوست هما اللي هنا في الريشيرش باش يكتبوا الاسم نتاعك. كنت تشوف في عائشة عائشة الخاطر زدتها زعما. شكون آخر معانا ترى حاضر معانا وقيد الموقع؟ شكون؟ ليلى زدتك ديجا توي مون امي بيه ما نعرفش انا جوفور أجوتي بون تلامذتي مازالو ما قيدوش، مي جو أجوتي مثلا هذه على اسمي. دونك لهنا من المستحسن أنت تعطي الاسم اللي قيدت به لتلامذتك، وهم يجوا لهنا في الريشيرش يكتبوه ويبعثوا لك أون انفيتاسيون داكوغ، باش تجيك هكا كيما جاتني أنا مدام راوية.
tu vas accepter avec le معناتها tu vas cocher le donc madame Leila هكا انا بعثت لك دونك tu vas m'accepter donc باش تلقاها واحده خضراء وواحده روج بيان سور tu vas accepter avec le vert يولوا دي زامي معاك تلامذتك داكور دونك هذه كيفاش تزيد انت تلامذتك وحتى زملائك معناتها كيفاش تزيدوا به باش نرجع انا للجروب نرجع بروفايل نتاعي ونرجع للجروب دونك كما قلنا بعد ما تعمل الجروب دونك tu vas inviter بيان سور لهنا باش تلوج على تلامذتك وتزيدهم للجروب نتاعك داكور بون هذوما لي زامي نتاعي داكور دونك tu vas chercher par exemple انا جو فو سا سي سي ان اكزامبل تختار التلميذ ومن بعد tu vas envoyer une invitation داكور دونك وقت التلميذ باش il va accepter il va être dans le groupe باهي شمعناتها الجروب هذا انت لهنا مثلا انت تلمذتك تحب تعمل معهم حصه تعمل اجتماع تبعث لهم انكور تبعث لهم ديز اكزرسيس هذا الكل اون ليني دونك تستعمل هالباج هذيا باش تحط فيها تو سكي كونسيرن سو جروب داكور تو سكي كونسيرن سيت كلاس دونك في البوست شنو تنجم تحط تنجم تكتب لهم نص تنجم تزيدهم فوتو أنت كليك سير فوتو تختار الفوتو تابع الدرس بيان سور نجم تزيدهم فيديو كيف كيف زيد ان فيشي مثلا مش تبعث لهم ان فيشي وورد ان بي دي اي باوربوينت داكور وفي المستقبل ان شاء الله زادت نجم تحط لهم الكور اللي تو نشوفوهم بعد كيفاش نجم نضيفوه داكور دونك شفتوا البوست هذايا نجم تحطها يا اما في الجروب هاكا عندي لهنا الجروب نتاعي يعني حتى انت في وسط وتيم سيرفيس تنجم تبدل راهو البوست نتاعك تحطو الكلاس واحد اخر كيما تنجم من هنا تردو بيبليك شو معناتها بيبليك يعني يقراوه التلامذة نتاعك والتلامذة معناتها والاساتذة اللي فراند معاك معناتها اللي امي معاك الكل داكور فوالا دونك هذا سي ابروبو دو بوست كيفاش تكتبوا كل شيء وبيان سور كيما قلت لكم التلامذة بعد ما يقراوا البوست نتاعك ينجموا البوف لي مي ينجموا يحطوا لك كومنتير مثلا انت حطيت لهم مثلا نقولوا احنا الجمعه الجايه باش نقراو مثلا في درس الانفورماتيك هنا باش نقراو على كيفاش نعملوا ابليكاسيون اندرويد داكور نبعث لهم انا في الاول نبعث لهم فيديو تشرح لهم هكا شويه الدرس باش كي يجوني حاضرين يجوني فاهمين دو كوا إل ساجي ينجم يجيني انا لهنا تلميذ مثلا انا فيديو او تلميذ فهم وحب يعطي اضافه لاصحابه دونك باش يكتبهم في الكومنتات دونك لهنا زيد نوصيو تلامذتنا باش يتعلموا حاجه بروفيسيونيل ديجا في فيسبوك كان تشوفوا يكتبوا بالعداد في بلاصه الحروف يكتبوا نامبورتو كوا يكتبوا دي ميساج مثلا لبعضهم مش باهي اكسيتيرا لهنا في سميلسي راهم باش يتعلموا يكونوا تلامذه محترفين معناتها ديما لي ميساج نتاعهم لي كومونتير نتاعهم باش يكونوا في نطاق الدراسه وفي نطاق الاحترام بيان سور داكور اي ايل بوف بيان سور بارطاجي لي بوست اللي انت تحطهم داكور كيما انا لهنا جربت حطيت اون ايماج داكور دونك التلامذه تنجم تشوف التصويره هذه وتعلق عليها وتفهمها اكسيتيرا دونك سا سي ابروبو دو معناتها دي جروب بيان سور لهنا بعد الحاجه اللي باش تحطها لهنا ديما في البوست من بعد تالي باش تتبوب مثلا حطيت انت دي فيشي راهم مش يتبوبوا لي فيشي لهنا او كيما انا كي نزلت على فايل جاتني التصويره اللي حطيتها داكور نعاود لكم اي حاجه باش تعملها في البوست قلنا نجم نزيدو ارتيكل نجم نزيد فوتو فيديو اي حاجه من بعد اذا كان التلميذ ما يحبش يقعد يقرا مثلا جاي تلميذ مخر للجروب بعد جمعة ما كانش عنده كونيكسيون انترنت بعد جمعة باش يشوف ما يبقاش يقرا في اللي بوست لهنا في الـ في الـ في الاكتواليتي يسر عليه يلقى كل شيء مبوب لهنا معناتها اللي في شيء وحدهم مش يلقاهم لي فيديو اللي نضافوا الكل باش يلقاهم لهنا في البارتي فيديو لي زيماج اذا كان حطيت دي ليان انت من الانترنت باش يلقاهم في الليان معناتها حاجه تحفونا على الاخر داكور دونك لهنا يلقى كل شيء منظم مبوب ينجم يرجع له في اي لحظه
Voilà. Donc ça, c'est à propos du groupe. Donc ننصحكم زيادة باش تلمذتكم تسجل يعني أنت تقولوا لهم يسجلوا وتخدموا باللي زيكيب هذوما تنجم حتى إذا كنت تخدم في أنت في مشاريع أنت مش لازم حتى في القسم مثلا أنت خديت جروب متاع 5 6 تلامذة قاعدة تشارك بيهم في مشروع اتوينينج ولا مايكروسوفت ولا اللي هو كيف كيف تنجم تعمل بيهم جروب وتتناقشوا حول المشروع اللي هنا حاجة تحفونا على الآخر داكور وتنجموا راهو تبعثوا لبعضكم دي ميساج او كيما الفيسبوك بالضبط هاو عندنا اللي هنا ميساج مثلا تلميذك يحب يدخل معاك اون بريفي باش يسالك ابروبو معناتها باش يسالك على حاجه معينه في الدرس وكل شيء كيف كيف ينجم معناتها يبعث لك يبعث لك زاد ان فيشي باش تصلحوا له ولا باش تشوفوا له اكسيتيرا داكور دونك تو سا سي دون لو ميساج باهي. Donc ça, c'est à propos de profil. Je nomme le profil. Ou qui fait donc قيد معناتها نستقبل الكلام نتاعي لي فراند معناتها نتاعي وكيف نعمل انا دي جروب داكور هاو ثم شكون بعثوا لي مدام ايمان سي عبد الحميد ومدام فردوس تري بيان دونك هذو ما سجلوا في الموقع هكا سي بون قبلتهم داكور ولا ودي زامي معايا وعندك زادة لي نوتيفيكاسيون كيما في مواقع التواصل الاجتماعي لي نوتيفيكاسيون سي تادي اي حاجه باش تخدمها انت في الموقع راهي باش تجيك اون نوتيفيكاسيون كيما لهنا ثم شكون بعث لي انفيتاسيون انا مثلا لهنا وعندي 4 ايام ملي عملت الجروب سيرفيس اي حاجه تخدمها مش توصل لك ليها نوتيفيكاسيون داكور فوالا دونك ça c'est à propos كما قلنا من البروفيل نزيد نثبت عندكم لي سوجيستيون كما في الفيسبوك بالضبط علاش قلت لكم موقع تحفون على الاخر يعطي الصحه مسيو سليم انه حاول يقرب على الاخر الحاجه ديما نستعملوه داكور عندك لهنا اذا كان لقيت انت تلميذك او استاذ تحب تتواصل معاه تحب تشوف معناتها الخدمه نتاعو وتتواصل معاه tu peux trouver لهنا une suggestion et tu peux l'ajouter bien sûr. هذه الحاجه الاولى اللي مهمه. الو وي مدام عسلامه. عسلامه مرحبا معك الاستاذ منير بالك. بالله دخلت الرتار من بكري حبيت ناخذ الكلمه ما حبيتش نقص عليك جيست عملت انسكريبسيون جي ان بتي بروبليم في لاجو دو لا ماتير باقيه متبلانتي متبلوكي في التربيه التشكيليه ما فهمش كيفاش نخرج منها الحقيقه. لقيت هالتربية التشكيلية انا ما لقيتهاش. لا انا معناها اخترت النيفو ديزون 4 اني بعدين شوا دو لا ماتير وفي الماتير معناها نتاعي ما لقيتهاش معناها باقي معناها متبلوكي التربية التشكيلية ما عرفش كيفاش نعمل اجو دو لا ماتير. اي هي استنيني كي باش نرجعوا نحن لهنا انا بيدي كي جيت معاك كنت حبي نعاودوا معناها دي لو دوبي تشوفيها ما تتغيرش ما تنجمش ما نجمش نغير هذا كاتريام باه كاتريام فوالا كاتريام سيكسيون ليتر خذ كاتريام بعدها سيكسيون تكنيك تبقى متبلانك معناها متبلانك في التربيه التشكيليه اي لي ان با اجوتي فوالا سي مش متبلانتي هي مسيو سليم راهو الي اونكور راهي الخدمه جباره راهي خدمه راهي ماهيش سهله حتى طرف خدمه معناتها تتطلب برشا وقت Pour le moment, خليها هكاك معناتها tu peux ne pas choisir la section معناتها تخليها هكاك ما تنزادش تبقى هكاك لا هو في إطار إضافة الماتيارات هو أستاذ تعليم إعدادي فبالتالي قاعد يشوف الأساتذة يعني متاع الليسي المدرسين زاد متاع المدارس الابتدائيه شنو قاعدين يقروا باش يضيفهم هذه راهوش هي متبلانتيا إلنا با اونكور اجوتي لي زوتر ماتير اي فال اجوتي اسون اس بوسيبل معناتها في الايام القادمه تلقى لي ماتير الاخرين بقدره ربي ان شاء الله بارك الله فيك باش نكتب انا الملاحظه نتاعك هي اي في بالنسبه للليزيكول بالنسبه للليزيكول ما فهميش انفورماتيك ما قريتش انا ماتير انفورماتيك المدرسه يقراوهم
اي هاني قلت لك هو راهو معناتها بدا بالحاجات الاسونسييل يحط فيها داكار وقاعد يزيد. دونك هو ديجا قاعد يستشير في المدر معناتها مثلا في المدرسه هو ان با ما يعرفش شنو يقرا قاعد يستشير في المعلمين ويضيف في لي ماتير اضافه المواد به. اما راهو معناتها هدايا ما يمنعش انك تسجل راه لا سجلت حط علوم نعم انا سجلت اي فوالا. دونك هذه هي شفت لهنا ماهيش خانه اسونسييل معناتها اللي بيش بها ما تتعدى لك شرا وتنجم انت ما تختارش في الماتير وتتعدى وتكمل تخدم داكور وإن فوا تقيدوا لي ماتير انا ان شاء الله الليله نتصل بيه باش يحاول معناتها في الجمعه هذه او بلوتار قبل العطله يضيف لي ماتير الكل وهكيك كل استاذ يكمل البروفايل نتاعو. كيما قلت لكم ما يمنعش هذا ما يمنعش انك اي درس باش تضيفه كي جيت لميدك راه الفالي تروفي تنشوفوها من بعد ما بعد داكور. دونك هكا سجلت الملاحظه نتاعكم وبقدرة ربي هو في القريب العاجل يضيف طوط لي ماتير تكا يعني خدمها تونسي هكا حسب اي سليم بوعزيز مدرس اعلامية من صفاقس. مدام هاجر تفضل. بالله هي التسجيل نتاع الحصه اللي فاتت اللي عملتها سماح وحصه كاتي بتاعت اليوم وين نلقاهم تحطوا فيهم في اليوتيوب ولا لا؟ بالنسبة لتسجيل مدام سماحة طونا رجع لها نشوفها معناتها حطته ولا لا في اليوتيوب. بالنسبة لحصتي أنا بقدرة ربي غدوة تلقاوها في داري إيديو شين يوتيوب متاعنا داري إيديو. يعطيك الصح شكرا. هلا. مدام هاجر وي علاش ما نمشي يوتيوب سمالتي؟ نعم بما أن المنصة علاش ما سمعتش سؤالك؟ علاش ما نعملوش شين يوتيوب خاصة بسملسي؟ شين يوتيوب خاصة بسملسي ستادير معناتها تحسس تاع التكوين بسملسي هي بقدرة ربي راهي قاعدة تتطور. هي راهي تو معناتها تو مازالت كي بدات لي فونكسيوناليتي قاعدين كل يوم يتحسنوا. المقترح نتاعك هذايا نقترحه على صاحب الموقع اللي هو سليم دونك تخصيص قناة يوتيوب ان شاء الله في المستقبل. مدام هاجر عامل هو صاحب الموقع عامل شين سمالسي حاط فيها جيس البريزنتاسيون من الاول شويه وبره مش حاجه كبيره معناتها على لي كور نتاعكم يولوا يتحطوا على الشين. نفهموها ساعه بالبيه نحبوا احنا ساعه نفهموها بالباهي وبعد نطبقوا. اي راه هو تنجم تكون انت عندك مسيو اللي اقترح تنجم تكون انت عندك اون شين يوتيوب وتو نقول لك من بعد كيفاش تضيف لي فيديو نتاعك في الليكور داكور. بالنسبه للقناه انها هي معناتها المنصه انه تكون عندها قناه يوتيوب خاصه بالمواد يعني بالدروس راه هذا ان شاء الله بقدره ربي يولي في المستقبل يتولي حتى انت تعمل حصص مباشره في المنصة علاش لا وتتسجل الحصص هذيك وتولي سور لاشين نتاع المنصة بقدرة ربي هذيا معناتها اوفيريا ميزور كي يزيدوا عدد المشاركين واللي يستنفعوا من المنصة هذه. به نواصلوا. دونك بور لو مومون بالنسبة للبروفيل هذا هو هذايا معناتها اللي تلقاوه مش نمشوا الأهم حاجة اللي هي إضافة الموارد. احنا علاش احنا باش نمشيو لها المنصة هذه علاش نستعملوا فيها سي بور اجوتي نوتر كور به باش تقولوا لي ثم بارشا مواقع ويب فيها دي كور حاضرين فيها دي زيكزيرسيس فيها ميم لي زيكزامان دو باكالوريا مي لهنا الحاجة اللي باش تشوفوها في الموقع هذا انه بلوز اورغانيزي الكور نتاعك وقت اللي مش تضيفه مش يكون منظم وتنجم انت تتابع تلامذتك الصوات تلامذتك الصوات تلامذة نتاع تونس من بنزارة البندكردين كيفاش هو مقراو الكور كيفاش تنجم تتفاعل معاه. معناتها هي منصة تفاعلية أكثر منها معلوماتية معناتها ينجموا يتفاعلوا مع الدرس نتاعك به. دونك لهنا عندك أكثر من حل باش تضيف الكور. عندك لهنا تمشي للبارتي كورس وإلا تجي لهنا بلوس كورس. جا عندك زوز حلول عاوش نجي لهنا عطاونا هنا من الكورس
فوالا دونك تنزل على الكورس لهنا مش يتحلوا لك اللي انت ضفتهم دكور اكزومبل انا جي اجوتي دو كور اذا كان انت تبعت كور مثلا انا تبعت الكور نتاع مسيو سليم مش تلقى روحك معناتها الكور اللي انت تبعته اذا كان مثلا كور انت معناتها تي ابريسي مش تنزل على هدية فافوري دكور باش يضاف لك في الكاتيجوري فافوري ماي فيفورت معناتها كورس اللي كور اللي انت حبيتهم معناتها وباش تستنفع منهم به اذا كان انا تو انا نحب نعمل كور كيفاش باش نعمل هيك سهله برشا عندك البلوس هذه مع باهي باش تكتب التيتر مثلا انا باش نعمل انوتر كور انا بيسك تو نقري تاسعة نقري فيهم في الاب انفاتر دونك اكتيفيتي دونك تكتب العنوان نتاع الدرس نتاعك باهي لهنا تحبوا بوبليك معناتها اي واحد يدخل لسملسي كسوا تلميذ كسوا استاذ يراه الكوره هذيا وينجم يقراه والا تحبوا بريفي بريفي معناتها انت باش تختار باش تبعثوا لناس معينه لتلامذه معينه مثلا الكوره هذيا تحبوا تبعثوا كان لتلامذتك انت كهو دونك باش تختار بريفي يعني اي واحد اي تلميذ انت ما بعثتلوش ما زدتوش في الكور نتاعك يرى الكور ولكن ما ينجمش يحلو دونك هذايا اختيارك انت تحب الكور نتاعك بريفي وبيان بوبليك انا هاو باش نحطو بوبليك باش نتوما زادة تنجمو معناتها تراو الكور هذايا اللي اضفتو بيان سور تو فافير اون ديسكريبسيون للكور نتاعك دونك كومون كري اون ابليكاسيون اندرويد لو سمحتي علاش البيبليك اللي كنحطو انا بريفي مثلا معناها الليسته نتاع التلاميذ ديجا عندي كونتاكت في بيان سور معايا في البروف داكور فوالا لازم يكونوا امي معاك داكور لازمهم يكونوا امي معاك باش انت من بعد تالي تختارهم داكور تحب نجربوها نجربوها تو نجربوها بريفي وبعد تالي نجم نبدلوها راهو بيبليك راهو اتو مومون تنجم تقلب راهو ديما اتو مومون يكون بيبليك تنجم تردو بريفي والا بريفي تردو بوبليك داكور دونك هاو انا مش نحطو بريفي بور لو مومون باش نشوفو كيفاش انت باش تبعث لتلامذتك ومن بعد تالي تو نرجعوه بوبليك دونك جو في انريجستري فوالا دونك باش تتحلك الباج هادي اول حاجه باش يطلب منك البلان احنا اي درس باش نعملوه بيان سور فيه اون بلانيفيكاسيون داكور بيتي تان بيتي دو بيتي تروا اكسيتيرا نجي انا لهنا بار اكزومبل لهنا اش نعطيكم انا مثال دونك tu vas ajouter هيك اد دونك اكتيفيتي 1 باهي لهنا مش نعمل لكم اكثر من اكتيفيتي باش نجربوا كل واحد بيان سور تحسب شنو الماتيير اللي يقري فيها باش تكتب العناصر عناصر الدرس غير شنو باش تقريهم في العنصر الاول شنو في العنصر الثاني الى اخره وتنشوفوها من بعد انت هذوما مش يظهروا للتلامذة والتلميذ كل مره باش يحل العنصر ويكملوا كي يكملوا باش ينزل على بوتون فينيش يعني جي فيني العنصر هذا وانت كاستاذ من بعد تالي تشوف التلامذة وين وصلت دكتور باه باش نبداو بعد ما تكمل البلان دونك نعاود البلان هو عناصر الدرس نتاعك شنو باش تقري في البيتي تا في البيتي دو في البيتي تروا اكسيتيرا دكتور ينجم يكون عندك عنصر برك كيما تنجم تكون عندك في الدرس نتاعك 10 عناصر باه من بعد شنو باش نحط في كل عنصر دونك جو في كليكي ننزل على العنصر الاولاني نتاعي وشنو نجم نحط نجم نحط فيه تيكست بيان ايماج فيديو كويز سؤال افيك معناتها بالاحتمالات فايل تو ستودنت تبعث لهم في شيء تبعث لهم حاجه كوليكت فايل هذيا اذا كان انت تلميذك هو اللي باش يبعث لك مثلا اون ريبونس مثلا احنا في البراتيك في الانفورماتيك انا باش نبعث له الاسئله ومش يقدمها هو على الاورديناتور وبعد تالي يبعث لي الفيشي اللي خدمه دونك لازمني نزيد هيك ستودنت ريبونس اذا كان نحب انا التلميذ
يعلق، عنده حاجه ما فهمهاش، والا عنده اضافه، عنده كومونتير، نولي نزيد هذه باش نضيفوهم الكل مع بعضنا بشوي. دونك نجي لهنا اللي حاجتي بها، جوست جو كليك اي جو غليس لهنا ونحطها لهنا هكا زيد. باردون، بعد تالي ننزل عليها يتحلي لهنا. بالنسبه للتكست تحلي ان ايديتور تو تكست، دونك لهنا في الايديتور نجم نحط اللي نحب عليه. دونك لهنا مثلا باش نقول انا لتلميذتي اوفرير انفنتور اي ديكريفي لا بلاتفورم. انت شنو حطيت في حبيت تحط في في العنصر نتاعك، النص اللي باش تحطه داكور. تنجم انت لهنا تكون خادم البلان في الوورد مثلا، والا في الباوربوينت، جوست مش تعمل كوبي كلي داكور. تنجم انت تكون صي خادم برشا دروس وحاتهم، تو باش تضيفهم للمنصه للموقع لهنا في حسابك الشخصي، جوست تو فير كوبي كلي وكهو داكور. كل عنصر تعمل له كوبي كلي. بيان سور لهنا تو بو اجوتي ايماج مثلا، نجم انا في نفس العنصر زدت التكست متاعي بيان سور نسجله. بيان سور بون لهنا تنجم تبدل الكولور، تبدل كيما اي ايديتور دو تكست داكوغ لهنا داكوغ. دونك جو في انريجستري، تنجم تضيف ايماج فيديو ليان اذا كان تحبهم يدخلوا الموقع ويب، تنجم تضيفه لهنا. جست تو فا كليكي مثلا انا حاجتي باش يدخلوا لهذا فوالا، يتسجل لي كموقع ويب داكور. باش جست التلميذ ينزل على كلمه appinventor.com لهنا يتحلوا الموقع ديريكتومون داكور. نجم هنا زاده في نفس العنصر نزيد ايماج فوالا، هاي كانت زادت لي تحت داكور. تنجم تزيد هالعناصر هذه الكل، تنجم تحطها لكل فرد سيكسيون، راه مش بالضروره كل سيكسيون مش تحط حاجه برك. يعني حطي التكست، نجم نضيف ايماج دونك لحظه برك. دونك ليماج ننزل على ايديت، من بعد تالي ليماج اللي باش نجيبها هذه حاجه زاده تحفونا على الاخر، انا عجبتني في الموقع باش تعمل لها لود التصويره اللي حاجتك بها. باهي انا سجلت التصويره سامحوني فوالا، جيب التصويره نتاعك اللي حاجتك بها. انا هذه معناتها هذه البلاتفورم اللي يقراو بها التلامذه. دونك باش نعمل لهنا، نجيب التصويره ومن بعد كياني انا في الكلاس نتاعي، كياني عندي انا تابلو انتراكتيف، نجم نضيف لها التصويره داكور. نجم نجي لهنا انا التصويره ونزيدها مثال. دونك قل له هدية فوالا، باش نقول له لهنا اوتيليزي لحظة برك دوبل كليك فوالا اوتيليزي مثلا. دونك فوالا نجم نضيف لهنا، تحط لي مش توصف التصويره نتاعك اي فاليدي. بعد ما تكمل الاضافات نتاعك فاليدي هكا، يعني انت تاخذ تصويره وتنجم تزيد عليها اللي تحب تزيد عليها تكست مثلا، مش تدور لهم حاجه مثلا، مش تكتب لهم لي زيتاب انت على التصويره. تو فا اوفرير بروجي تو فا، فهمتوني؟ معناتها اي حاجه حاجتك بالتلميذ باش يخدمها تنجم انت ديريكتومون تخدمها لهنا. يعني tu n'as pas besoin باش يكون عندك ان لوجيسيال نتاع ايماج البرة
وتحط تصويرتك وتدور لهم باش يخدموا. لا حط لكم لهنا ان ايديتور ديماج، نجم انت تاخذ تصويره نتاع الحاجه اللي حاجتك بها، مثلا اللي قريسيونس ولا مات مثلا مشي عنده عمل كابتور اكرون على ديزيكواسيون اللي خدمينهم في القسم، بعد اللي يحب يفسر لهم ليزيكواسيون هذوك تنجم تستعملها وكترجع لل ليديتور هذايا. ها وعندك لهنا تنجم تدور له الحاجه اللي حاجتك بها، مثلا مش نقول له انا هز بوطون، ها هاك حطها لهنا داكور. دونك تستعمل هالليديتور هذايا وكتنجم تنقص فيها التصويره نتاعك، تنجم تقلبها تدورها تضيف لها اشكال لهنا مثلا داكور، تنجم تضيف تكست، وبعد ما تكمل التغييرات الكل تفا فاليدي. جربوه هذه، حطوا تصويره كي وجربوها، حاجه تحفونها على الاخر. بوي الكابشن معناتها هذه، مش نكتب انترفاس انفنت داكور و سيف جو في هاي سجل فوالا اي جو في انريجستري التصويره نتاعي. نستعملوها برشا احنا هذيا ديما، مثلا احنا في الانفورماتيك اول حاجه خاطر نخدموا افيك دي لوجيسيال، اول حاجه التلميذ باش يتعرف على اللوجيسيال اللي باش يقرا به ولا البلاتفورم اللي يقرا بها ونعطوه تصويره. دونك علاش ليه التصويره ما تكونش هكايا اون ليني وهكا يشوفها التلميذ، وندور له ونسطر له ونزيدوا الكلمات اللي باش يستحق. انتم زاده في اي ماده نتصور زاده تستحقوا لليزيماج وتستحقوا لليديتور ايماج، دونك ننصحكم باش تستعملوها الفونكسيوناليتي هذيا. فوالا هيك تزيدت لي ليماج. دونك حطيت له انا التلميذ في العنصر الاول ان تكست، حطيت له ان ايماج بي. نجي مثلا للاكتيفيتي 1، الاكتيفيتي 1 باش نحط له، مثلا فيديو باش نشوف بعضنا مثلا انا باردون. دونك حطيت هيش الفيديو مثلا كالعاده انا نقري في ال في الاب انفنتر، مش نجي لهنا لازمني نحط له اللين نتاع الفيديو اللي باش يقرا به. نجي لهنا مثلا باش نكتب اب انفنتر جات ويك ال هاو اللين كيفاش ناخذوه بالنسبه للي ما خدمش قبل باليوتيوب. جوست تو كليك بوتون دروا كوبي لادريس دو لين وتضيفها لهنا. من بعد تنزل على لود، فوالا هاكا جاتني الفيديو داكور. دونك لهنا التلميذ باش يحل الفيديو هذيا باش يشوفها باش يقراها باش يستفيد منها داكور. اي جو فو، وتنجم تعطيها تبدل لها العنوان داكور. اي تو فا ما تنساش كل مره في كل سيكسيون بعد ما تزيد اللي حاجتك بيه تكست ايماج فيديو تنزل على كلمه سيف داكور. فوالا دونك هذايا في الاكتيفيتي 1 زدنا بار اكزومبل الفيديو هذه. نجي للاكتيفيتي 2 شنو باش نزيد؟ انا نحب نجرب معاكم كل شيء لهنا، باش نزيد الكويز. اش معناتها كويز؟ سؤال نجم دونك تزيد اكثر من كويز، باش تعطي اون كيستيون و افيك دي بروبوزيسيون. بار اكزومبل لهنا انا باش نسال التلميذ اون بو changer la couleur du bouton. مثلا لهنا باش نحط لو فري او فو. مثلا اوغ فري بيان سور فوالا. دونك كي تختار شفل هذه اش معناتها؟ يعني الترتيب نتاع الاجابات كل مره يختلف، ما يجيش للتلامذة كيف كيف. وانا اخترت لهنا كويز سهله، مي انت تنجم تختار اون اوتر كيستيون داكور. كويز يعني كيستيون داكور، وباهين راهم الكويز في الحصص باهين على الاخر باش يوريوك اسكو التلميذ فهم الدرس ولا لا. تنجم بيان سور تعملوا افيك ان سكور، مثلا السؤال هذايا على دو بوان تحطوا. تنجم تعملوا بالوقت داكور، يعني السؤال هذايا قداش لازمو وقت، مثلا لازمو وماكسيموم دقيقة، معناتها لهنا اون سكوند
حط له 60 ثانية باش يجاوب عليه، داكور؟ يعطيني بعد الإجابة الصحيحة. أو إسكو التلميذ ينجم يعاود السؤال ولا لا، ووقتاش ينجم يعاوده؟ مثلا بعد 24 ساعة، بعد تختار له انت، لا مش نختار له انا، بعد ساعة ينجم يجاوب يعاود السؤال. اي جو في انريجستري. داكور، دونك هذه الكويز نتاعك، نجم تحط اكثر من كويز راك، داكور، تحط بليزيور كويز لهنا في الاكتيفيتي، دونك ينجموا الكويز هما يكونوا في العنصر الاخراني راه. داكور، انا جوست لهنا تبعت الترتيب هدايا. فوالا، النجم زادا باش نجي في الاكتيفيتي الاخرى، باش اذا كان نحب نبعث له انا حاجه يخدمها في الدار، والا في شيء مفسر، والا دونك باش نجيب هذه فايل تو ستودنت. داكور، هاني لهنا. بون، لهنا باش نقول له، باش نقول له مثلا انا في درس، باش نقول له اوفر لو فيشي ديسو، سي ديسو، باردون، هاي صلح سي ديسو تيري دي سيس بي اي فير في لاكتيفيتي براتيك بيان سور. داكور، مثلا شو نقول له انا لازم ونعطيه لهنا فيشي، جوست ننزل على هذه دراغ فايل ونعطيه انا لاكتيفيتي اللي التلميذ لازم يخدمها. داكور، او بار اكزومبل انا باش نعطيه استنوني سامحوني لحظه برك، باش نعطيه مثلا اون اكتيفيتي بي جو فو كليكي سير دو دو دو، او مثلا انا باش نعطيه دوفوار مثلا بار اكزومبل كان اكزامان اللي خدمته مع التلامذة. دونك تعطيه انت لاكتيفيتي، تنجم تكون مش اكتيفيتي راهو، تنجم يكون درس تعطيه له لهنا باش يقراه التلميذ في الدار وحده ويحاول يفهم. داكور، وفي نفس الوقت مش نعمل كوليكت فايل، انا لهنا عطيته اكتيفيتي باش يخدمها، بعث لي باش يسجلها، داكور، ويبعث لي الخدمه نتاعو باش نصلحها له. داكور، دونك نستنى لين هذا يكمل. دونك انا بعثت له لهنا ان فيشي تيكست وورد، التلميذ من بعد ايفالوتي لي شارجي، يقرا ويخدمه. داكور، دونك هذه الفايل تو ستودنت، داكور، نجم تزيد اكثر من فيشي بيان سور. ومش نجي لهنا نعمل كولكت فايل، علاش؟ باش التلميذ فوالا، باش التلميذ معناتها سامحوني لازم الترتيب هكا، فوالا، باش التلميذ بعد ما يقرا الدرس هو زاده يرجع لي ستودنت فايل، مش معناتها هكا نوت فايليات مازال ما رجعليش، باش التلميذ زاده يرجع لي الخدمه نتاعو. هذه حاجه زاده مهمه برشا نجمو تخدموها. ونزيد زاد الريبونس باش التلميذ اللي ما فهمش حاجة عنده رمارك كيف كيف ينجم يكتبها لي لهنا. داكوغ، دونك لهنا شفنا مع بعضنا كيفاش نعملو بلان، كيفاش نزيدو لي سيكسيون في لي بلان تاعنا، وكيف وتعرفنا على لي ديفيرون معناتها سيكسيون اللي نجم نزيدو، تكست، ايماج، فيديو، كيستيون، فيشيي، ريكوبيري لو فيشيي دي زيليف اي لي ريبونس دي زيليف. فوالا، داكور، دونك هذايا بالنسبة للكور نتاعي، داكور؟ أتو مومون دونك نجم نرجع للسيتينغ، السيتينغ اللي هو الدرس هذايا لي بارامتر نتاعو، دونك هذايا التيتر، مثلا أنا هذايا للنوفيام ماهوش للويتيام، دونك نختار لشكون ماشي، الديسكريبسيون، هاو لهنا كيما قلت لك الكونفيدونسياليتي أنت اخترتها لكن تنجم تبدلها اتو مومون راه. داكور، دونك تنجم تبدلها اتو مومون، تنجم تعملو الدرس ليميتي بار لو طون، شو معناتها؟ يعني باش تختار وقتاش يبدا الدرس نتاعك، تعملو بور اون سومان، دو سومان، باش ما يكثروش عليك الدروس، مثلا الدرس هذايا باش نقراوه التريميستا الأولى، أنا مش نحطو في الصفحة نتاعي التريميستا الأولى وكهو. دونك نبداه مثلا من لو 15 سبتمبر حتى يكفي لو 15 ديسمبر. بعد تالي يولي ما عادش موجود، دونك تو بو اجوتي سيت اوبسيون اذا كان تحب. الدوري نتاع الكور نتاعك مثلا نحنا لهنا الدوري سي دو زور، لونغاج بيان سور فرونسي،
طيب بور لي مومون تو لي كور سون فري، معناتها بلاش فلوس. في المستقبل بيان سور باش يوليو تما دي كور بالفلوس. ديفيكولتي دونك نتاع الكور نتاعك، ايزي معناتها سهل، متوسط والا صعب. داكور، وتنجم تختار اون ايماج، هي بار ديفو تو لي كور حطون لهم ليماج هذه، تنجم انت تبدل ليماج نتاع الكور نتاعك. داكور، دونك كان دي لهنا لليوزر، هاي اليوزر باهي، احنا ما حطيناه بريفي ولا لا؟ السؤال اللي سالته لي المدى هاكا لهنا يخرج لك الليسته نتاع اصحابك انت اللي موجودين اللي تحبوا يخدم الكور. انت بيان سور مش تحط كلمتك باش يولوا موجودين لهنا، داكور، والا في الجروب. شفت لهنا فرانس تو انفايت والا الجروب، داكور. انا بون على خاطر لهنا الجروب نتاعي مازالوا فارغين، دونك لهنا تختار مثلا انا نحب تلامذة هذوما برك هما اللي يخدموا، دونك انا جو فو كوشي. داكور، باهي. توا اذا كان انا باش نرجعو بوبليك باش الناس الكل تنجم تستفيد منه الدرس، او تنجم في اتو مومون كونفيدونسياليتي تبدلها. داكور، هذا بالنسبه لليوزر. كي نجي للستاتيو لهنا لحد الان فارغ، من بعد نشوفوها كيفاش هذه باش تتبدل مع بعض. يعني اي واحد باش يدخل الكور نتاعي باش يتقيد لي لهنا، ومش قيد لي البروغريسيون نتاعو، معناتها خدم السكسيون الاولى الثانيه الثالثه اكسيتيرا. هات نشوفوها مع بعض. به هو لحد الان هذا بريون. داكور، دونك نعمل له بريفيو باش نشوفوا كيفاش باش يشوفوا التلميذ. دونك ننزل على البريفيو هذه، تتحل لي باج واحده اخرى اون بي واحده اخرى. هاو التلميذ كيفاش باش يشوف الكور، تلميذ والا اي واحد يلوج عليه. داكور، تلميذ، استاذ، بارون. داكور، باش تتحلوا هكا. شوفوا كيفاش منظمه الخدمه، اسمي، وقتاش عملت انا الكور هذايا، البلون تاعي هو موجود على اليسار. ويبدا التلميذ يحل بالسيكسيون بالسيكسيون، يقراها، وبعد ما يكمل يعمل فينيش. داكور، يتعدل السيكسيون اللي بعدها كيف يقراها ويعمل فينيش. اتاو نشوفوها مع بعضنا افيك ان اكزامبل. وبيان سور تنجم انت الكور نتاعك هذايا اون فوا كملتو بيان اورغانيزي تي بو لو بوبليي، تنجم تعمل له بوبليكاسيون في الفيسبوك، في لينكد ان، في تويتر. داكور، دونك تنجم انت تبارطاجيه الكور نتاعك باش اكثر اساتذه اكثر تلامذه ينجموا يشوفوه. داكور، هاو باش نشوفوا كيما قلنا احنا مثال. دونك انا هذايا حليت الكونت نتاعي، مازلت ما عملتلوش بوبليكاسيون، سامحوني. دونك هو لحد الان شفتوه لهنا درافت. درافت اش معناتها؟ يعني بريون، نعمل له بابليش بوبليي. صحيح، بعد ما نعمل بوبليي نعمل سيف. صحيح، دونك لهنا الكور نتاعي مسجل وصيي بوبليك، يعني اي واحد كي باش يجي لهنا في الريشيرش ويكتب اسم الكور، انا جاي تلميذ من جو سي با، مش من تلميذتي، جاي تلميذ من صفاقس، من تونس، من سوسة، ويحب يلقى موارد على الاب انفنتور مثلا. دونك جوست يلفا شيرشي سي. ها باش نشوفو مع بعضنا باش نحل ما هون. خلي هذا محلول مالا هوني. دقيقة برك، فوالا. فوالا، باهي. دونك خلي هذايا محلول، هاو لهنا، جو فو ديكونيكتي، لوغ أوت، ومش ندخل بكونت تلميذ، لوغين، أنا عملت إكزامبل، متاع أنوتر كونت دخلت بيه كتلميذ. طيب باش نوريكم باش ما تدخلوش بعضكم، هذا تيستي ديجا انا سميته تلميذ هو. كيفاش التلميذ؟ اي تلميذ يحب يلقى كور باش يقراه يستفيد منه. دونك ينجم يجي لهنا تروفي ان كور والا في الريشيرش، راه زوز صحاح. داكور، ها مش نمشي بالطريقه اللي اطول شويه اللي هي تروفي ان كور تلميذ. دونك حتى تلامذة كي باش تحلولهم تحلولهم هكا هكا كيما تشوفوا، هذا تلميذ جوست امي معايا هكا هاو
سا سي ان اكزامبل باش يشوف في الفيلد داكتواليتي انا شنو حطيت وهو شنو حط التلميذ هذا داكور ب يحب يلوج على كور جوست ينزل على تروفي ان كور ب هو يقرا كوليج 9 اشني هي الماتير انفورماتيك هام الدروس اللي بيبليك الكل بيبليك اي بريفي سامحوني البريفي ما ينجمش يحلو يلقاه اما ما ينجمش يحلو والبيبليك يلقاه وينجم يحلو داكور او مثلا هذا اللي زدتو انا تو معايا يا جماعه الو وي معك احنا معك هاي به دونك هاو الدرس اللي زدتو دونك التلميذ باش يحلو انا رجعتو بيبليك هذيك علاش توا التلميذ هذا ينجم يحلو دونك جوست il va cliquer sur le cours s'inscrire سامحوني دونك s'inscrire voilà qu'est-ce qui se passe حطيته public ما حبش به خلينا نعاود نجرب من هنا up and under ايش اللي هو public فوالا به اب انفنتر والا كما قلنا يمشي ايتاب تروفي ان كور والا يكتب اب انفنتر يتحلوا له لي اب انفنتر الكل دونك ايل فا كيسي مشكله في الانترنت دونك لهنا سامحوني به نعاود نثبت اللي الكور بيبليك سيتينغ بيبليك فوالا بيبليك نورمالمون il peut accéder. Enregistrer une autre fois. Donc, là, je vais vous montrer comment les élèves ont vu le cours. Désolé pour la connexion. اوكي كما تشوفوا هو وقت اللي حط وقت اللي حط الريشيرش تحلت له الباج نتاع الاستاذ اللي زاد الكور داكوغ ينجم يزيدو دونك ينجم تلميذ حتى مش تلميذي معناتها ينجم هو يضيفني للقائمه نتاعو فلو يتبعني معناتها اي حاجه انا باش نحطها ينجم التلميذ هذايا من بعد يشوفها بس بجماعة اللي مقيدين مثلا مدام إيمان ولا سي عبد الحميد نجمو تكتبوا لهنا في الريشيرش اب انفنتر تراها تحاولوا انتوما بتتر الكونيكسيون عندكم خير شو سيبا انا علاش تحلش فوالا فوالا هاكا تحل تويكا به تبعوا معايا مليح شنو باش يعمل التلميذ جاي للسكسيون الاولى باش يقراها باش يحاول يفهمها الفوا كمل احنا تلامذتنا لازمنا نعلمهم الباك لي كيسور فينيش نجم نحطوا له رمارك احنا من الاول هذه نسيتها انا رمارك من الاول خاطر ينجم التلميذ يقرا وما يحطش فينيش داكور دونك انا مش يظهر لي كاين التلميذ ما قرا حتى شيء دونك نولوا احنا في اول سيكسيون نقولوا له اون فوا كملت سيكسيون tu dois cliquer sur finish داكور دونك قرا السيكسيون نجم يتعدل اللي بعدها كيف باش يقرا الفيديو هذه باش يشوفها يستفيد منها بوي إفا كليكي سور فينيش باهي لي كويز شفتوا لهنا كي جالي الكويز باش يقول له ستارت ابدا دونك ينزل على الكويز هو تشوف كيفاش بالوقت هاكا شفتوا لهنا هاكا 60 ثانيه باش تبدا تمشي وتنقص وهو باش يجاوب دونك لهنا مثلا وشفتها انا كنت حاطه فري وبعد فوق كي حطيت لك الشفل هذيك معناتها الترتيب يتبدل دونك نحط له فري داكور شفت لهنا روتيك وقتاش هاكا سكور زادني دو خاطر اجابتي صحيحه ونجم نعاود السؤال هذايا نخدمه بعد ساعه حاجه زاده مزيانه برشا تنجموا تستعملوها فينيش
فوالا باهي ونجيو لهنا للبارتي اللي التلميذ باش ياخذ بها الفيشيه اللي انا بعثته له. ها هو دونك كيسكو يل فافير، باش يقرا النوت اللي انا كتبتها له. يل فا كليكي ايسي بور تيليشارجي. هاي قاعده تيليشارجي داكور. دونك يكمل تيليشارجمون تاع الفيشيه نتاعو. يل فا لوفرير باش يقراه. داكور، كان انت طلبت منه خدمه تنجم تعطيه في شيء مثلا في فراغات باش يكملها، يعاود يسجل ويبعثه لك، والا كيما احنا لا باش يخدم حاجه اخرى على الاورديناتور كيما تحب انت. نجم يكون جوست للاطلاع وكهو. في المات تنجم تعطيه انت دي زيكواسيون دي زيكزرسيس وهو يخدمهم. داكور، دونك هذا الكل، دونك سا سي اون ايفالواسيون. ينجم انا مثلا لهنا طلبت منه يخدم لابليكاسيون هذه على الاورديناتور ويبعث لي الفيشيه باش انا نصلحه له. دونك التلميذ باش يقرا وبعدين باش يخدم ليكزرسيس. كيفاش باش يرجع لي؟ هاو لهنا، شفت لهنا اد فايل تو تيتشر، معناتها اضف الملفات الى الاستاذ. داكور، دونك باش يجي لهنا هاكا ينزل عليها لهنا، وشنو هو اللي باش يرجع لي؟ داكور، دونك بار اكزومبل انا جو فو اجوتي اي ا نحطيتو جي اوبلي نحب نختار فوالا هو كولور لا ملتيبليكاسيون كاس نمبر فوالا. دونك مثلا مش يبعث لي الفيشي هذا. دونك هكا مازال ما زادش راه يمشي يحط وكها ومازال ما زادش، لازمو ينزل على ابلود ويستناه لين يكمل. داكور، دونك هذايا كيفاش تلميذي انا ينجم يرجع لي خدمه. دونك حاجه زاده خارقه للعاده وحاجه مهمه برشا في لونسينيومون اون ليني بيان سور. فوالا، ولهنا اذا كان عنده اي ملاحظه ينجم يضيف. مثلا لهنا يقول لي كومون اجوتي par exemple un texte parlé par exemple باش يسألني سؤال، باش يعطيني ملاحظة، مثلا حاجة ما فهمهاش ينجم يحطها في شكل إيماج اكسيتيرا كيما أنا بالضبط. دونك il va enregistrer il va finir داكور، هاكا كملهم لي سيكسيون الكل سي بون. وينجم زادا هو التلميذ il peut partager le cours اكسيتيرا داكور. دونك هذايا خدمة التلميذ، فهمنا؟ دونك هاكا التلميذ كيفاش لوج على الكور. ثم دو ميثود نعاود لك، يا اما يجي لهنا اسهل ميثود يجي لهنا للريشيرش ويكتب على شنو يلوج، والا كما قلنا يمشي لهنا با با مي لهنا ابارامون ثم اشكاليه لازم نشوفوها، ويبدا يتبع بشويه بشويه هو شنو يقرا كوليج، شنو المستوى نتاعو، شنو هي الماتيير اللي يحب يلوج عليها، ويلقى طول الكور. معناتها لهنا شنو الاختلاف انه il va trouver tous les cours لهنا ويختار هو شنو الكور اللي باش يقراه يعمل فيه سانسكرير. بيان سور اون فوا صاي يكمل وعجب الكور il va aimer le cours etc. دونك هذا بالنسبه للتلميذ. ها باش نرجع توا للكونت نتاعي انا كاستاذ. داكور، دونك جو فو اكتواليزي فوالا. وباش نشوف انا شفتوا لهنا هاي كلمه ستاتيو ستات تبدلت وليت 3 ما عادش صفر. باهي فوالا، هاكا لهنا شكون اللي خدم الكور. هاكا جاني التلميذ الاولاني هذايا اللي توا كنت نوري لكم فيه اللي هو تيست، كمل الكور 100% وعنده دو بوان، الكويز جابها صحيحه. عندي مدام ايمان معناتها خدمت 25% ما تقرات، يعني كان السيكسيون الاولى. دونك علاش قلت لكم البلانيفيكاسيون ياسر مهمه لهنا باش تتبع بها تلامذتك او اي تلميذ التجا للكور نتاعك حب يقرا، تنجم تتبع معاه شنو هو خدم وشنو هو ما خدمش. داكور، دونك لهنا سي عماد 0%. تنجم مثلا انت كي نرجع لهنا باش نثبتوا شنو هو التلميذ رجع لي، ماني انا حطيتها في الاكتيفيتي 3 ولا لا؟ نجي للاكتيفيتي 3 اردون مش غادي كا سامحوني في الكونتينيو، سامحوني في الكونتينيو ترجع للاكتيفيتي 3 وتحل
موقعنا هذه اللي في شيء بتاع تلامذة في student file تحلها. هاي مش تلقى هذايا التلميذ هذا هو بعث لي داكور. دونك تولي انت تفاتي لي شارجي الخدمة تاعو عادة هايكا تو فالا تيلي شارجي وتصلح حالو داكور وتشوفها تشوف لي نوت شنو بعثوا لي التلامذة. مثلا نشوف هذا شبعت لي هاو باش يشوف لهنا اون ليست بيان سور اي تلميذ عطاك رومارك تنجم تحلها فوالا كومون اجوتي ان تيكست بارلي باش انت من بعد تنجم هاي تجاوبو لهنا وتوصل له الاجابه داكور. دونك هذه حاجه ياسر مهمه انا انصحكم زادة باش تجربوها اللي هي كيفاش تعطي ان فيشي لتلامذتك كيفاش هما يرجعوا لك وكيفاش يرجعوا لك الكومونتير نتاعهم حاجة زادة تحفونا على الاخر. دونك هذا هو ابروبو دو كور. ان شاء الله تكون حصلت الافادة. وشفنا تنجم انت لهنا الكلهم جابوا دو سور دو على هذاك. دونك عمل لهم التري بار بروغريسيون شكون كمل كور معناتها بالترتيب. وكما قلت لكم حاجة مزيانة برشا حاجة مهمة برشا باش تشوف تلامذتك اسكو فهموا الكور ما فهموش تبعوه لا اكسيتيرا. وبيان سور مش كان التلامذة مش يستفادوا من الكور اللي انت تحطه زملائك زادة وانت زادة تستفاد. مثلا انا ما نقري في الانفورماتيك نقري مثلا سكراتش نقري ميكروبيت نقري دونك انا لهنا باش نجي في الريشيرش ونلوج نشوف زملائي شنو حطوا دي كور شنو حطوا دي زاكتيفيتي نستفاد منهم زادة انا داكور. دونك بور لو مومون هذا هو اللي نجم نوريه لكم في المنصه. مازال ثم لي لايف اللي هو كيفاش انت تقابل تلامذتك او تعمل اي معناتها اي لقاء مباشر تلامذتك والا تلامذ اخرين. ولكن في طور كما نقولوا في تطور السكسيون هذه مازالت فيها اضافات نجم تعمل انت ميتينغ جديد ولكن فيها بعض الاشكاليات ان شاء الله السيسليم يحلها في القريب العاجل. بور لو مومون انتوما محتاجين لكور كيفاش تضيفوا لكور نتاعكم محتاجين كيفاش تكملوا لي بروفايل كيفاش تضيفوا تلامذتكم. وإن فوا الميتينغ صايي معناتها امورها واضحه خاطر كما قلت لكم مازال فيها شويه اشكاليات وقتها نحط لكم معناتها على الباج من داري نقري صغاري والا حتى في الموقع تلقاو ان نوتيفيكاسيون اللي الميتينغ واللايفز ولات معناتها فونكسيونيل وتنجموا تستعملوها ان شاء الله في مع تلامذتكم داكور. دونك هذا هو موقع ساهل برشا تحفون على الاخر تستعملوه. نتمنى انه اللي حاضرين معايا اليوم الكل معناتها يقيدوا ويسجلوا ويبداو يحطوا في الليكور ابداو تستيو ابداو حطوا في الليكور نتاعكم وبارطاجيوهم. فو بوفي لي بارطاجي مش كان لهنا كما وريتكم معناتها باش تخليو زملائكم وتلامذتكم يستعملوهم بارطاجيوهم زاده على معناتها على الفيسبوك على تويتر اكسيتيرا باردون. دونك باش برشا ناس تستفيد منه داكور جوست فو كليكي سور اف لهنا على الفيسبوك تحلو اون بريفيو الدرس نتاعك تو كليك سور اف اي تو فا بارطاجي الدرس نتاعك داكور. فوالا نورمالمون الحصه نتاعنا وفات توا جو في اريتي لو بارطاج باش نجم الرا اللي يرفع يده ولا سي بون اوكي به. Est-ce que vous avez des questions? Beh, il y a un sou'el. Biraf al yed hawka عندكم اليد تاع هيا. هذه هي levé la main, يرفع يده ويسالني باش نمشيو بامور منظمه. لو عجبتكم المنصه ولا لا؟ الو يعطيك الصحه مدام هاجر ياسر باهي المنصه الاخيره. هو يعطيه الصحة مسيو سلي هو خسارة معناتها مش حاضر معانا خطر. أي شكرا خسارة مش حاضر معانا عنده برشا قاعد راهو يطور فيها انجور سي با سي فاسيل راه دو فير اون بلاتفورم راهي حاجة صعيبة على الاخر. دونك هو مشكور حب يعمل حاجة بروفيسيونيل كيما قلت لكم باش تنجموا انتوما تتواصلوا مع تلامذتكم ومع الأساتذة زملائكم. يعطيكم الصحة. je veux arrêter le l'enregistrement l'oul.